نبدأ الحلو في الثمانين الأول. الموضوع اللي هو Security Informatic. التمرين الأول تيدودو كريبتوغرافي كلاسي. التمرين الأول قلنا تخوفي نكيف تخوفي الإي والفي والبي تي سي دي دو نومبر أونتي. نبدأ بالأولى 60-19 أن أن بي ستين تسعتاش وش قالك؟ قالي تخوفي الإي والفي والبي جي سي دي عند العلاقة المشتركة ما بين هذو الثلاثة هي دخلوا القانون تاع 60 عندي الاي في 60 زائد الفي في 19 يساوي لي الفي جي سي دي نتاع 60-19. دروك نخدمو من القانون نجبدو الاي والفي والبي جي سي مع الاخر نقسمو كل عندي البي جي سي 60-90 يعني القاسم المشترك الأكبر ما بيناتهم. كي نبداو عندي القاسم المشترك ما بيناتهم هو 60-19 وأرقام واحدة أخرى نبداو بتاع 60 لما يكون القاسم المشترك هو 60 وش تساوي لهم الإي وش حال 1 والفي 0 19 كذلك اللي هم في 19 لما يكون 19 سمى الاي يكون 0 والبي 1. هذه العبارة الأولى. عبارة ثانية نروح نبدأ بخدمتنا البي جي سي دي كيف نخدمه. عندي 60-19 فيها 3 × 19 57 الباقي 3 نروح يسمى 60 وش تساوي 19 في 3 زائد 3 هكذا هذه 19 في 3 زائد 3 دروك العبارة الثالثة باه نحسبوها العبارة 4 وش تقول لي العبارة الأولى ناقص الحاصل القسمة العبارة هذا هو الحاصل القسمة ياخو حطونا اسمه وش راح ندير عندي الهون وش نحسبه كان نديرو الباقي باقي الهون عندي 3 تساوي شو تساوي الآن ناقص 3 اللو سمع هذه الآن ناقص 3 في هذه 61 ناقص 3 في 0 هذه 3 في 0 راح تب 0 هذه الهون منحجبوش منديروش 60 وحالها باركو ونعقبو يعني منديروش لازم نحافظو على 60 نحافظو على 19 بهنا جبدو الاي والفي دروك سمع هذه ناقص هذه 1 في 60 دروك عندي 0 ناقص 3 في الاخر سمع ناقص 3 في 19 هذه العبارة شبرنا دروك بهنا خدمو ننسو العبارة الاولى كي نجبدو العبارة هم بالترتيب 60 جات هي الكبيرة كون جات 19 هي الكبيرة نديرو هي الاولى ثم ننسو العبارة هذه نبداو بهذو الزوج اللي خرجتنا جديدة والقديمة هذه اللي قبلها اسمها واش نديرو ديرو 19 × 3 فيها 6 والباقي 1 الهون الباقي كي يخرج لك 1 ولا 0 خلاص النهاية حبست هذا هو كي شغل العبارة هذه هي الأخيرة إذا عدت 0 العبارة اللي قبلها هي الأخيرة
إذا عدد واحد هذه العبارة نحسبوا فيها هي الأخيرة سمنهم 19. شو سويلك؟ سويلك 3 في 6 زايد 1 سمى الضربة. الآن ناقص حاصل قسمة هو 6 ألدو صحا روك نحسب مش عندي الباقي شحال هو 1 باقي هو 1 شو يسوي هذه ناقص 6 ضرب هذه 0 ناقص 6 ضرب هذه سما ناقص 6 في 6 بروك هذه ناقص 6 ضرب هذه ناقص 6 ضرب ناقص 3 18 والواحد 19 ثم زائد 19 ضرب 19 روك وش قال لي هو تخوفي تخوفي الاي والفي والبي جي سيدي روك البي جي سيدي تاع 60 19 هو الواحد هذا هو اللي يخرج لك هو هون هو الاخير هو لا اذا عاد صفر سما النتيجه اللي قبلها يسمى يكون هو 3 من هون خرج لي واحد سما هم اوليا فيما بينهما يخرج لي واحد الاي نبقى نديرو بالمطابقة برك هذه بالمطابقة مع هذه لما ضربها في الستين لما ضربها في الستين هي ناقص 6 يسمى الاي ناقص 6 لما ضربها في الفي هي 19 يسمى الفي 19 هذا هما تخوفي هذا المثال الاول